فتظاهرات طرابلس التي خرجت سلمية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد تحولت سريعا لتصبح أشبه بمواجهة مفتوحة بين المحتجين الغاضبين والشرطة. نحو الشمال وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر سمعت قناة المملكة الرسمية أصداء هتافات اللبنانيين الغاضبين من الفساد والفقر. القناة الرسمية ذاتها التي ينفق عليها ملايين الدنانير سنوياً من أموال دافعي الضرائب لم تكن قادرة على سماع أنين المواطن الأردني المقهور من الأوضاع المعيشية والقبضة الأمنية حسب وصف مراقبين والمتواجدين على بعد بضع كيلومترات قليلة عن مبنى القناة التابعة للدولة. أنا أطالب برفع الدعم عن التلفزيون الأردني وقناة المملكة خلال فترة معينة. في 24 من آذار قرر مواطنون إحياء ذكرى حراكهم الشعبي السلمي الذي كانت مطالبه عام 2011 لا تتجاوز الحياة الكريمة وجزءا صغيرا من الحريات، لكن على ما يبدو أن ذلك الحراك بات نقمة على أبنائه بعد 10 سنوات من انطلاقه، بدلاً من أن يكون أداة شعبية ضاغطة على أصحاب القرار في المملكة وفق مراقبين. فكان التعامل الأمني القاسي بانتظار عدد قليل جداً من أبناء الحراك الإصلاحي الذين ما زال لديهم إيمان بالقدرة على التغيير، وتم اعتقالهم بطريقة فظة جدا. وأنا من المكتبين في الحركة الموحد وراصدين ومعنا مجموعة محامين مستمرين بالفعالية. ليست قناة المملكة والتلفزيون الأردني ووسائل الإعلام الرسمية هي وحدها من غابت أو غيبت نفسها عن الحراك على دوار الداخلية، بل تحولت حتى وسائل الإعلام الخاصة إلى أذرع حكومية وأمنية متجاهلة نشر أي معلومة عن الحراك أو الاعتداءات عليه. أنا بظن ما بترضى أنت أنه يكون في فجوة كبيرة في وسائل الإعلام. هي هذا يعني بدي أقول لك يعني خطية، مش خطأ يعني خطية. بصيرش أنت تتجاهل حدث معين صار في بلدك، حتى لو بدك تعطيه وجهة نظر وتجيب ناس يدافعوا عنه وجهة نظر الحكومة، فاين ماشي ما في مشكلة، بس إنه ما تذكره من مرة وكأنه لم يحدث هذا مش صحيح، هذا مش صحافة. 10 سنوات من المطالبة بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المملكة كانت نتيجته اليوم تصنيف الأردن بالدولة السلطوية التي تفتقر لأي نوع من أنواع الحريات العامة. نحن الوسطاء ما بين المجتمع والدولة، احنا الوسطاء الشرعيين، ولذلك سمونا السلطة الرابعة. لكن ما في عنا سلطة رابعة، احنا عنا سلطة واحدة اسمها السلطة التنفيذية فقط لا غير. فكيف أنتم تصفون التجاهل الإعلام الرسمي والخاص للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح؟